السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صاني ستايل فاشن والمهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي، وكل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تمام؟ المبدأ الأساسي اللي احنا بنيين عليه القناة بتاعتنا الدال على الخير كفاعلة، ان انت لما تدل للناس على العلم اللي موجود دوت ونظن انه علم، نظن انه علم ومقبول عند الكثير من حضراتكم. تمام؟ ودوت احنا بنشوفه من اقبال حضراتكم على القناه، بنشوف من اقبال حضراتكم على الفيديوهات. تمام؟ احنا بنظن ان احنا بنقدم علم نافع للناس. تمام؟ والعلم مش شرط ان هو يكون علم ديني، لا، هو علم دنيوي وعلم ديني، فيجب ان انت تنفع الناس بكل ايه؟ النواحي بتاعتك. طيب عشان ما نطولش ونقول مقدمة كبيرة نخش في الموضوع على طول. أنا دلوقتي في بلوزة اللي احنا كنا عملنا لها طلعنا لها الباترون بتاعها، ماشي، كان فيها مرد داخلي، وقلت لحضرتكم في مرد داخلي منه، فيه بيبقى شكله شيك جدا، بيبقى رفيع، البنات كلها بتطلبها بغض النظر. طبعا لما بقول البنات، ماشي، المقصد ان هو ايه يعني المرد دوت بيبقى شكله بناتي اكتر، ماشي، لانه بيبقى رفيع مطلوب. تمام؟ مظبوط. بمعنى اصح هنشوف احنا هنعمله ازاي وهنشوف ان احنا هنصممه ازاي. تمام؟ طب انت نشوف المرد نفسه شكله ايه، المرد نفسه شكله ايه عشان نبدا نشوفه ونعمله. ادي المرد معايا اهو. تمام؟ ادي المرد معايا اهو. فين العراوي بتاعته؟ العراوي بتاعته جوه اهي. العراوي بتاعته فين يا جماعه؟ العراوي بتاعته جوه اهي، ماشي. طيب ادي المرد بيتقفل كده والعراوي بتبقى جوه. المرد ده يعني ايه داخلي او منه فيه؟ يعني مش مدخلين معاه قماش خالص، مش مدخلين معاه ايه قماش خالص. المرد نفسه منه فيه، احنا عاملين حسابه، ماشي، بنسيب له كام سنتي؟ بنسيب له 10 سنتي كاملين. طيب بيتراوح من كام لكام؟ من 8 ل 10 سنتي حسب عرض المرد اللي انا عايزه. تمام؟ اروح ظبطه الاول على المكوه، ماشي، وانا هوريكم حضراتكم انا هظبطها ازاي. معلش انا اسف، قبل ما انسى، في حد اخت فاضله طلبت ان انا اشرح لها المكوى البخاري اللي عندنا وكيفيه استخدامها، ماشي. فمساله ان انا اعمل فيديو خاص بكده، لا، انا هدخله في وسط شغلنا، هدخله في وسط شغلنا وافهمه لحضراتكم، وافهمه الايه لحضراتكم، ونشوف احنا هنشتغل عليها ازاي، على اساس ان حتى لو حضرتك هي مش موجوده عندك وهتشتغلي في مصنع ملابس، فهتشوف المكوه دي تعرفي تستخدميها. ما تبقاش العلم بالشيء خير من الايه؟ من الجهل بيه. العلم بالشيء حتى لو هو ملوش منفعه بالنسبه لي، ماشي، خير لي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وترك الاجابه. ليه؟ لان طبعا ترك الاجابه للعلم بها ايه؟ مسبقا. ماشي، لا يستوي الذين يعلمون ابدا والذين لا يعلمون. فالعلم في كل شيء. تمام؟ فانا هوريكم المكوى دي وكيفيه استخدامها، ماشي، وكل زرار فيها بيعمل ايه في السريع كده، مش هيبقى الفيديو خاص بيها، بس على اساس ايه؟ ان احنا قلنا للناس طلبتكم اوامر، فمعلش الناس اللي هي مثلا مش محتاجه النقطه دي تعديها من الفيديو. بس يعني اصلا على فكره هو ايه؟ يعني علم هيزيدك وجهل لا يضر. فاحنا عايزين نشتغل. طب ماشي، احنا دلوقتي هنخش ونشوف المرد دوت اتعمل ازاي. انا معايا الجزء دوت اهو باين قدام حضراتكم، لونه فوشيا يعني، ولا غامق ولا فاتح، عشان يبان قدام حضراتكم على الايه؟ على المكوى وعلى الشغل. اول حاجه انا سايب قد ايه هنا؟ هو انا سايب الزياده دي يا جماعه اهو، ده صدر الايه؟ البلوزه، وده الناحيه ايه؟ اليمين، لان طبعا دي ناحيه، ده حريمي، ماشي. لو هو شمال هيبقى ناحيه ايه؟ هيبقى رجالي. تمام؟ فاحنا انا سايب قد ايه يا جماعه؟ انا سايب بالظبط اهو بعد اذن حضراتكم 10 سم اهي، 10 سم بطول الايه؟ المرد كله، ماشي. اول حاجه اروح انا معلم الخط اللي انا هحدد عليه ايه؟ المرد بتاعي. اعلم الخط اللي انا هحدد عليه المرد بتاعي، اجيب بس العلام اهو، ماشي، والاحظ ان انا هستخدم الايه؟ هستخدم الصابون. وانا قلت لحضراتكم ديت الصابونه اللي هي اصلا صابونه الوجه، ماشي، لما بحطها على ايه؟ لما بحطها على الحوض ولغايه ما تخلص خالص، اخد الباقي ده واستخدمه، وده احسن حاجه. ليه؟ لان هو مش هيسيب اثر في القماش. وانا هوريه لحضراتكم، انا دلوقتي احدد المرد انا هتني فين؟ هتني فين؟ اهو، تمام؟ وهوريه لكم اصلا بالصابون، وبعد ما هنكوي هتشوف اثر
المارك ده ليه اثر ولا لا، بخلاف ايه؟ بخلاف القلم الماركر. بخلاف القلم الماركر لو علمت بيه هيسيب اثر حتى مهما احاول امسحه. فانا دلوقتي حدثت المرد بتاعي عرضه قد ايه، لا مش المرد عرضه قد ايه، نفهم مع بعض. انا دلوقتي انا بصي انا عملت ايه، انا هعمله كده ماشي كده بالظبط تمام. وبعد كده الجزء دوت اهو هروح تاني جوه اهو تاني، وبعد كده هروح جاي عامله كده ماشي، اروح تاني تانيه كده تاني بالظبط بعد ما احط خياطه المكنه واتنيه كده واكويه. جبت كده المرد، ما خدش مني وقت، ما حطيتش قماش ويبدا يكشكش مني تمام. استفدت من القماش ايه اللي معايا. طب هل يا ترى نقدر نخش نعمل الكلام ده على المكوى؟ نخش مع بعض ونشوف الكلام دوت هنعمله ازاي. نبدا دلوقتي. اصلا ادي جهاز المكوى اللي معايا ماشي. جهاز المكوى دوت لازم يبقى ليه مفتاح خاص بيه اول حاجه، يعني زيه زي نظام التكييف، زيه زي نظام ايه التكييف تمام. التكييف عشان الباور بتاعه اللي بيسحبه عالي، مش الباور انا اسف، الامبير بتاعه عالي كمان ماشي. فلازم بيبقى ليه زرار خاص بيه. الزرار دوت اللي هو زرار البتشينو اللي زي كده دوت لازم بتاعه ماشي، بتاع ايه، بتاع المكوى ديت ماشي. فانا اول حاجه بروح جاي هو كده على الاوف، بروح جاي مشغله على الاون اهو ماشي الاحمر كده. بعد كده ابدا انور الزراير اللي معايا زرار زرار. اعرف اول حاجه، في اول حاجه دوت زرار الايه، الاضاءه اللي هتنور هنا. ادي كده ايه نورت الاضاءه العلويه ماشي، ديت اصلا ليها زرار لوحده اللي نور ده تمام. المكوه نفسها اهي ليها ايه، ليها زرار بتاعها اهو، اروح منوره اهو كده تمام. دوت بقى ايه، لو انا طفيت ده ودوست على الزرار اللي بيطلع البخار مش هيطلع حاجه تمام. انا هقول الزرار بتاع البخار الاول، لكن انا دلوقتي رحت مشغله، لما اجي ادوس هنا تبدا تطلع ايه البخار اهو. هي طبعا كانت مخفيه فعشان كده نزلت ايه ميه. فانا دلوقتي المكوه الزرار دوت بتاع ايه، بتاع الزرار ده بتاع المكوى نفسه تمام. طيب ايه تاني، الزرار ده بتاع الغلايه. يعني ايه الغلايه ديت، فيها موتور من جوه بيسحب معايا الميه من ايه الخرطوم ده. الخرطوم ده متوصل بماسوره خاصه بيه يسحب منها مباشره، الخرطوم اللي انا ايه ماسكه في ايدي ده كده تمام. طب ايه المحبس اللي تحت ده، البخار دوت يجب ان انا بفضيه يوميا عشان ما يرسبش رواسب في قلب الغلايه اللي جوه. الغلايه دي زيها زي السخان بالظبط، بتغلي الميه جواها عشان تطلع لي ايه البخار، عشان تطلع لي البخار. يبقى دي تاني دوت تالت زرار. طب الزرار الرابع ده ايه، الزرار الرابع دوت ديت الطاوله نفسها فيها سخان جوه بيسخن الايه الطاوله نفسها، فيها ايه سخان جوه بيسخن ايه، بيسخن الطاوله نفسها تمام. وغير كده في حاجه اسمها ايه، شفاط بيشفط البخار اللي هو دوت اللي انا هدوس عليه كده وهتسمعه صوت ان هو ايه كده بيبدا يشفط البخار نفسه ماشي تمام. الزرار الدايره دي او العجله دي بتاعت ايه، بتاع درجات الحراره بتاعت ايه، بتاعت الطاوله نفسها اللي هي فيها السخان اللي جوه ده. كل ما زود كده كل ما يزود الحراره جوه ديت ماشي. وبالتالي انا بحطها على النص بس. يبقى عرفنا الزراير دي بتاعت ايه كلها، واحد بتاع بتاع الشفاط اهو، وبتاع الايه بتاع السخان، واحد بتاع الغلايه اللي جوه واللي هي بتسحب الميه، يعني في موتور ميه جوه ديت بيسحب ايه الميه نفسه تمام، اللي هو ايه داخله من الخرطوم ده. ودوت المفتاح بتاع ايه، بتاع الاضاءه نفسها بتاعت المكوى. ودوت المفتاح بتاع ايه، بتاع المكوى نفسها، المفتاح بتاع المكوى نفسها. زي ما قلنا شرحنا الكلام ده كده تمام. ودي الجهاز نفسه اهو ماشي، يجب ان انا ايه بشوف ماشي، يجب ان احنا بنشوفه دلوقتي. بقى بالنسبه للراس نفسها ديت اسمها الكفه او الراس ماشي، ديت فيها بقى ايه، فيها الزرار بتاع البخار اللي هو هنا الاحمر دوت، هو ده اللي بدوس عليه، ولذلك هو محطوط في مكان مناسب جدا ان انا لما ادوس عليه ايه يطلع بخار معايا اهو، يبقى مناسب ايه صبعي دوت هو اللي بيدوس عليه. طيب ايه بقى الزرار اللي هنا، هو ده كده الزرار دوت اللي انا بزود منه درجه الحراره، ولذلك انا في ليه اصلا اكرة او مفتاح انا شايلها ليه، عشان مش اي حد غيري يشتغل على المكوى يبدا يزود درجه الحراره، لا انا مثبت درجه حرارتها، درجه حراره
حرارة متوسطة شغال بيها على طول. طب ايه تاني؟ الخرطوم دوت، الخرطوم دوت اللي هو بتاع ايه؟ الخرطوم اللي هو جاي من حاجة اسمها السولونويد دوت. السولونويد ده بتاع البخار، السولونيت ده بتاع البخار، بلاقي فيه محبس هنا هو بزود منه البخار او بقلله. وايه تاني؟ ده الخرطوم اهو جاي من السولونيت بتاع الايه، بتاع البخار ده، وداخل على المكوى هنا، تمام. وايه تاني؟ الكابل بتاع الكهرباء اللي هو جاي من المكوى نفسها جاي معلش من الغلايه نفسها للايه، للمكوى على طول كده. ديت المكوى كلها، دي كده المكوى كلها. نبدا بقى نشوف بقى كده بعد ما شرحتها لحضراتكم، وبعد ما شرحت الاجزاء بتاعتها وشفناها كلها، ارجو ان احنا نستفيد منها. ديت بقى هبدا انا هكسر الباندا بتاعتي، الخط اللي انا عامله اهو هروح كسره كده بنفس الشكل اهو، تمام. وهتشوفوا بقى ان خط الماركر اللي انا عامله بالصابون دوت هيروح خالص ومش هيبقى ليه اي اثر. هروح انا اهو بدوس على الزرار الاحمر ده عشان اطلع البخار اهو، وثبت ايه؟ ثبت الباندا معايا، وبدوس على الشفاط عشان يشد ايه؟ يخلي الهواء تبقى هي برد، بردت خلاص. ليه؟ لان هو اصلا ايه؟ الشفاط ده شفط الهواء ده نفسه، تمام؟ هبدا دلوقتي اروح كاسر دي مره ثانيه اهو. ماشي كسرت، انا ما تنساش ان انا عاملها 10، وبقت دلوقتي كام؟ بقت دلوقتي 5 اهي. اكسرها كده اهو، وبعد كده اروح تانيها كده خلاص اهو كده. انا يعتبر عملت ايه؟ البند، عملت ايه؟ البند، الجزء الاولاني من البند. الجزء الثاني ان انا اروح كسرها كده تاني اهو، واظبط بالظبط وانا ماشي بالمكوى. كده انا ايه؟ عملت الباندا اهي. ايه اللي انا هعمله؟ همشي بالمكنه كده واروح كسرها كده بالمكوى، خلاص اتثبتت معايا ايه؟ الباندا. شايفين شكلها من بره اهو، وبروح مديها الخط، هي الخط كده كده بايه؟ بيتعمل معاها، تمام. طب فين بقى الصابون اللي احنا كنا عاملينه؟ فين الاثر بتاعه؟ مش هتلاقيه خالص، بمجرد ما بيشم المكوى بيروح خالص. دوت بخلاف المارك العادي، تمام. دوت بخلاف المارك العادي كده. خلاص هنروح على المكنه ونظبط الباندا ديت. يبقى انا كده ايه؟ في هنا ظبطت، وريتكم الباندا الداخليه اللي هي منها فيها بتتعمل ازاي، وريتكم جهاز المكوى دوت بيشتغل كله ازاي، ماشي. وهنقفل وهنعمل ديت ونقفل الفيديو بتاعنا على كده. دلوقتي بقى خلاص بعد ما ظبطنا كل حاجه، هبدا دلوقتي ايه؟ اعمل الباندا، اقفلها اهو من جوه، تمام. مظبطها بالظبط اهو، ماشي. وما فيهاش اي زيادات، ما فيهاش اي حاجه اهو، معموله انا كده كده مظبطها بالمكوى، فمش محتاجه مني اي مجهود. يعني هقفل على ايه؟ على الخط ده اهو كده. وعلى فكرة أنا هشتغل لكم برضو على المكنة العادية اللي هي السنجر العادية اللي هي من غير كمبيوتر، عشان الناس تعرف تشتغل على كل أنواع المكن. كده أنا إيه؟ ماشي على أنا خط، الخط اللي أنا كسره أهو، وأظن واضح وباين أوي كده عشان الناس ما تقولش إن إيه؟ إن هو مش باين أو التصوير بعيد أو ده أو ده. لا، ده التصوير داخل جوه المكنة على طول أهو كده أهي. بصوا بقى انا عملت الباندا هتتني كده بالظبط، هيتداس عليها مكوى. نشوف بقى شكل الباندا من بره قبل ما تتكوي. شايفين النظافه بتاعتها؟ ماشي اهي، شايفين النظافه بتاعتها؟ شايف الخط شكله جميل ازاي؟ الخط مستقيم ازاي؟ ولا في عوجاج ولا في اي حاجه، تمام. يبقى هو ده. طب ايه بقى هنا دوت اللي احنا هنعمل فيه ايه؟ اللي هنعلم فيه العراوه كده. اديني الماركه من عندك كده، ماشي، عشان نبقى ايه؟ شايفين ادي هروح جاي بقى معلم العراوي بتاعتي اهي من جوه كده بنفس ايه الكلام ده اهو كده. مثلا دي ايه؟ العراوي، وايه اللي هتتعمل من جوه، ودي تكوي كده. يبقى دي الباندا منها فيها كده. بفضل الله عز وجل اوريكم الباندا الداخليه بتتعمل ازاي، ماشي. نفس الموديل دوت هوريكم برواز الاسوره بيتعمل ازاي، مش بقى ايه العصفوره بتاعت الاسوره. وريني البلوزه اللي عندك اللي احنا عاملينها عينه، تمام. يبقى احنا كده خلاص شفنا الباندا اهي زي ما قلت لكم اللي احنا عاملينها، وادي العراوي فيها. طيب ايه اللي انت عايز تورولنا تاني؟ البرواز دوت بيتعمل ازاي بالنظافه دي كده، ماشي، بالعرض بتاعه كده،
تمام، عايزين نشوفه بيتعمل ازاي. تمام، هنعمله وهنخصص له فيديو خاص بيه عشان ما يبقاش طويل والناس تقدر تستفيد منه بقدر الايه الامكان. هنوقف احنا الفيديو على كده ونقول لكم ما تنسوناش من صالح الدعاء، ده أساسي اللي احنا بنطلبه منكم دايما. كل واحد يعني بنظن ان هو استفاد كلمة مننا، يعني اكتر يعني نطلب منه ان هو يدعي لنا بظاهر الغيب، نطلب منه ان هو يدعي لنا بظاهر الغيب على الاستفادة اللي استفادها والدال على الخير كفاعله. واخر حاجة نقولها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.